بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وثناء لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلهي بن سبحانه وتعالى مهدر دن أسقناتي إنكو قلدي نبت قليو استقرار قرنمو إله سينو مهدر النائم بدن سبحانه وتعالى شركي جنجرائتاكا وحوكو سابسي دور قضب حكومة دهان شعبي جمهورية الصومالي لان جودهان وهيد وجوس الرئيسي فلنت وحنا واجبة مركز تين عنه شعبي جمهورية الصومالي لان الرماه جود قرن كله وذاقنه دعاهنا كوا جار كا حزب جا كل مياه ضيت هاي يدور شوي كنا عنه يفتي منه جودهان جمهورية الصومالي لان جيس لا جيس والنبض الحمد لله رب العالمين. وحن يسكو ديارينا إن هدي الله يرادو سند قوردي سدحي صدنات يكسو وريكتي لصون نقشدي مدح بناني دا قرن كجمهورية دا سومالي لان كون سقال بقول كوبية سقاشن كي سدي دي طبان كي مي لقاقرد واقعي مقال مدح دا قبل كتوقدير اي برعو سيدا عد شعبك جمهورية الصومالي لان ومددا كنا لونا يقرن نمو دولة نمو حقيقي قرن الدوية ده كمد نقول لها والدوية ده أي عندها كل لسي ما انتنا أي دنيا أسو جيستي أين موقته عدانا أي تهي إن دوان دلك جمهورية الصومالي لان وهري دونه مددا دير وحي أسوغي أو أه ماشي وباش عالم كمال مالمها كمدة كبيري لها وحنوما هاد علينينا الدولة ديتوبيا ورنتي كل ديرتي أرنتا إيادا أه دوانا إنو فيلا إن إلهي إذن كي اعتراف عالمية ودوني دا يوغوه الرئيس الدولة ديتوبيا وميدانو سيقارة الدوية دا وقاقت المامينيهين وانا ميد قران هانا نووغ نهي وانا ميد تميد داي وقتيجي الهي قدري شعبي قلنا يكو قارين صبر تاسنا مانت وحوي اي حقيق سيهين عذا ودا كدالتاي اول با نووغين بالسه دوري سودان شرستاي مانتنا عيد الله لي عيد وحكا قادي كرتاي اني جرين waxay nagu soo foolay hadii la yiraado doorashooyinkii isku sidkana ee madaxtooyada iyo doorashadii ururada ee saddex xisbi qaran 10 ka sano soo socdo ay dalkan yeelan laha arkaantii doorashadaasi ku qabsoomaysay dhinacyadii hay'adaha dastuuriga ah way ka soo dhamaatay in ay caayimaan komishanka doorashooyinku in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu wareegto madaxweyne ku soo saaro maalinta komishanka cayimay wa ilaahi fadligi xukuumadda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo madaxda ka yahay mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu dalkan gaarsiiyay istiqraarkiisa iyo nabadgelyadiisa ka soo koob in arrimaha dimuqraadiyadda madaxweynuhu u horeeyay ee uu yahay isku tashi gaarsiiyay ee bixiyay daqaalad doorashooyin ku baxaan waxa xukuumadii u horeysay way in aynu ka marmi karno maanta aynu adduunada tusnay wax la yiraado waxa way in la noogu manna sheegto doorashooyinkooga ayaa noo qabana waana taariikh gaar ah oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland leeyahay in doorashooyinka kuwa isku sidkaraayo noo soo dhacay ee golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka lahaa innaga ayaa isku tashanay miisaaniyadda qaranka ayaa madaxweynuhu ka maalgeliyay maantana xukuumad ahaan waxa naga go'an inaannu doorashooyinka waqtigooda ku qabanno oo maalin aanay dib inooga dhicin daneeyasha doorashada oo ah saddexda xisbi qaran ee madaxtooyada galaya iyo 10 urur siyaasadeed ee jidkii sharciga ah ku soo gudbay ee doorashada ururada iyo xisaabta galaya
waxaan xisbiga kulmiye hadaan nahay u sheegaynaa inaannu guud ahaan diyaar u nahay xisbi ahaan xukuumadahan aan soo sheegay sida ay nooga go'an tahay inaannu doorashooyin ka qabanno xisbiga kulmiye wa xisbiga kale haata ee maanta shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka warqabaan doorashada madaxtooyada مرشح مدحوينه ايه حد عاد صدح ده حزبي ايه ترتمي ومرشح حزبك كل مية وكلها تقوى اه مدحوينه جمهورية الصومالي الان مدن موسى بيحي عبدي ايه مرشح مدحوينه كحيقين او اه محمود حسن سعد ساجين او اه قدومي كحيقين كأفراد حزبك وحن صاحب ده يدا كلا ايه دور شده مدحتوية ده نقوله ترتمي او شاقينه إن الشعب جاي جد جدور شذا وش هجان أو عديان مرشح حوجة مدحوينة الرسم جاه ما أنت واحد يسلو يقول لي هاي وقارن كن جود هان وصور دوايي إنه مر لبعض ترم كيس الدستور جاها إسوسوت هاجو مدحوينة جمهورية الصومال الآن مدن مصبيح عبد وحيس بيجي سكول مية صوش الرح وقول تاريخية مدحوينه واحد بدن كسب تنان دونه مدحوينه دور الشدة مدحتوية ده صاحب بديه إلا قال دونان يد أضل كان اعتراف عالمي أو هلاي أو آه مدحوينه اعتراف كضل كان أكاني قول بنو شعبي الصومالي لا نور هجيننا قوبني ما نور هجيننا خير بدن بنور هجيننا آديات بدو بهتنتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.